متابعينا الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم النشرة الجوية الأسبوعية والتي سنتناول بها عن أحوال الطقس خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، أعاد الله عليكم باليمن والبركات. نبدأ هذا الأسبوع بيوم الأحد، حيث من المتوقع أن تبقى الأجواء مائلة للبرودة في أغلب مناطق المرتفعات الجبلية بما فيها المدن الرئيسية في شمال ووسط المملكة، وتبقى حتى الفرصة مهيئة لأن نرى بعض الزخات من الأمطار في مناطق أقصى شمال المملكة بما فيها محافظة إربد، في حين تسود أجواء أكثر دفئا في مناطق الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة. تكون درجة الحرارة العظمى في العاصمة 16 درجة مئوية في ساعات النهار والليل 9 درجات، في إربد من 19 إلى 9، في جبال أشجار تكون حوالي تقريبا من 16 إلى 9 درجات مئوية، في معان من 18 إلى 10 درجات. أما في خليج العقبة فالأجواء مستقرة وهي تقريبا بمنأى عن تأثير مباشر لهذه الكتلة الهوائية الباردة التي تتأثر بها المناطق الشمالية والوسطى وترتفع فيها العظمى إلى 25 درجة مئوية، في حين تكون الصغرى 17 درجة مئوية. أما المناطق الشرقية من المملكة فتعيش تحت وقع رياح نشطة وأترب مثارة وتكون العظمى 23 درجة مئوية، في حين تكون الصغرى 11 درجة مئوية. تندفع كميات من السحب والغيوم المتوسطة والعالية إلى سماء المملكة يوم الاثنين، وتؤدي إلى احتمالية وجود بعض الزخات المحلية من الأمطار بمشيئة الله تعالى في مناطق عشوائية من المملكة، يترافق ذلك مع ارتفاع على درجات الحرارة. تكون درجة الحرارة في العاصمة ما بين 18 إلى 19 درجة مئوية في ساعات النهار، والصغرى 11 درجة مئوية، في إربد من 21 إلى 12، في مرتفعات وجبال الشرع من 18 إلى 12 درجة مئوية، في معان من 20 إلى 15، وفي العقبة من 27 إلى 21 درجة مئوية، والمناطق الشرقية في من 24 إلى 12. وتكون الفرصة مواتية لأن نرى بعض الزخات المحلية الأمطار في مناطق عشوائية من المملكة مع ظهور كبير لكميات من السحب المتوسطة والعالية. يوم الثلاثاء يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ويستقر الطقس أكثر، تعود به بعض الشيء الأجواء الربيعية الدافئة إلى بعض المناطق، لكن تبقى درجات الحرارة في بعض مناطق المملكة لا سيما الشمالية والوسطى دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، وبالتالي يبقى الطقس مائل للبرودة وليس كما كان عليه خلال الأسبوع الماضي. تكون في العاصمة بين 20 إلى 22 درجة مئوية في ساعات النهار، والصغرى 11 درجة مئوية، في إربد من 24 إلى 13، في جبال الشرع من 22 إلى 9، في معان من 24 إلى 13، في حين تكون في خليج العقبة الأجواء حارة نسبيا في ساعة النهار تصل إلى 30 درجة مئوية في ساعة النهار، وليلا إلى 18 درجة مئوية. أما في المناطق الشرقية فتكون من 26 إلى 14 درجة مئوية. يوم الأربعاء لا تغيير كبير على الحالة الجوية، أجواء مستقرة في عموم المناطق، وتكون درجات حارة مشابهة لما كانت عليه يوم الثلاثاء، والأجواء تميل للدفء في ساعات النهار لكن في أوقات قليلة. أما في ساعات الليل فيكون طقس مائل للبرودة ويعود إلى البرودة النسبية بشكل عام مع أجواء في ساعة النهار ربيعية ولكن أيضا باردة نسبيا وأجواء غالبا مشمسة. يوم الخميس يتوقع أن يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، تعود به درجات الحرارة تصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويعود الطقس يصبح ربيعي دافئ في مناطق واسعة من المملكة. تكون في العاصمة عمان 25 إلى 12 درجة مئوية، في إربد من 25 إلى 11، في جبال الشرى من 21 إلى 11، في معان من 26 إلى 14، في خليج العقبة ترتفع إلى 32 درجة مئوية في ساعة النهار وليلا 18 درجة مئوية. أما في المناطق الشرقية فتكون من 28 إلى تقريبا 15 درجة مئوية، والأجواء بوجه عام ستكون غالبا مشمسة بمشيئة الله تعالى. أما يوم الجمعة فهناك مؤشرات على تأثر المناطق الشرقية من المملكة والأجزاء الجنوبية الشرقية بحالة من عدم الاستقرار الجوي التي ربما تجلب بعض الزخات الرعدية من الأمطار، ولكن المسافة الزمنية ما زالت بعيدة لتأكيد هذه التنبؤات، ولكن هناك مؤشرات على وجود انخفاض على درجات الحرارة وربما تأثر بعض الأجزاء بزخات رعدية من الأمطار كحالة من عدم الاستقرار الجوي. درجة حرارة العاصمة تهبط إلى تقريبا 19 إلى 20 درجة مئوية، في إربد 20 إلى 12، في الشرع من 18 إلى 10، في معان من 21 إلى 10، في خليج العقبة من 29 إلى 16 درجة مئوية. أما في المناطق الشرقية من 24 إلى 13، ويكاد يكون أن المنطقة الشرقية هي الأوضح من ناحية فرص هطول الزخات الرعدية من الأمطار. إذا هذا كان تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة في الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك.
المبارك. إذا الأسبوع سيكون أبرد مما كان عليه خلال الأسبوع الماضي، درجات الحرارة في ساعات الليل غير مواتية في العديد من الليالي للجلوس في الخارج، الطقس سيكون في ساعات النهار يميل للدفء ويكون ربيعي لكن في أوقات محدودة، ومؤشرات على وجود حالة من عدم الاستقرار الجوي الجمعة المقبلة. شكرا لمتابعتكم، دائما لا تنسوا تحميل تطبيق طقس العرب أو زيارة موقعنا الإلكتروني لتحصلوا كل ما هو جديد بشأن الأحوال الجوية. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.